رقم واحد لجندوبة خطير جدا. هذا لاعب وهنا لمسة يد وضربة جزاء، ضربة جزاء لفائد فريق جندوبة الرياضية. منتصر المعروفي، تركيز عالي وأكيد علي اختار الجهة اليمنى أم اليسرى. أوه هدف، جول، الهدف الأول للجيس عن طريق منتصر بلال معروفي، هدف أول في 25 دقيقة عن طريق أحد لاعبي الخبرة، نعم مدافع منتصر المعروفي الاختصاصي الأول في ضربة الجزاء. شوف تركيز عالي وهدوء ثم اختار الزاوية اليسرى الصعبة لمرمى الحارس حمادي جاد حميدة ويحقق أول هدف لفريق جندوبة. سيناريو جديد لمباراة المرداسي مع تشجيع الجماهير. الكرة لفت، لا 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 يا أسامة يا بن مليحة، قلنا صام عن التهديف وهو يعود لزيارة الشباك. أحلى أسامة مع هدف جميل جميل جدا، إغالة به حارس فريق القلعة الرياضية. ممتاز، أعطيني الإعادة أعطيني. شوف رجع جرود، كرة باخت الدفاع القلعة. شوف بن مليحة وأكيد النيران الصديقة، نعم النيران الصديقة، وهدف يحتسب لأسامة بن مليحة. المدافع هو غلط حارس مرماه، ولكن أسامة بن مليحة هكا يكون يسجل هدفه الخامس في مسيرته مع جندوبة الرياضية هذا الموسم.